ده سالم جاب. اه ايه يا عم ده انت ميسي ولا ايه؟ علي بس والله سترايكر هيبقى زي الفل يعني. انا على طول بلعب كوره يعني، سيبك من اي حاجه، خماسي شغال طول الاسبوع بس تمام. بص انا كنت في مدرسه زمان كنت بقف جون عشان كنت بخاف اتصاب لان الحراس بيتصابوا. مش عارف، سؤال حلو. رايت باك يمكن عشان انا سريع بحب اجري كتير. مش عارف. عالميا والله احنا بنتابع محمد صلاح في كل حته يعني. بيقولنا كان لما يطلع واحد مصري بس يعني خلانا نشجع، غير تفكيرنا كله عن حاجه بره. كنت في ريال مدريد في رونالدو، بنشجع رونالدو، بس طبعا محمد صلاح لما راح كنت نشجع ليفربول يعني. بص حالك حاجه، انا ما قلتش غير الاهلي، مامتي هتبهدلني يعني صراحه، فلازم اقول الاهلي. ماني بابايا زملكاوي، احنا العيله منقسمه، بابايا واخويا زملكاويين وانا مامتي اهلاويين. بره مصر انا بشجع تشيلسي، بس بحب ليفربول جدا طبعا عشان صلاح. كان حتى رحت ليفربول، اتفرجت كام مره، اتفرجت هناك مرتين، اتفرجت على صلاح مرتين هناك طبعا وانا في انجلترا. عالميا ارسنال من وانا صغير، محليا عمري ما كنت اهلاوي ولا زملكاوي، فمن ساعه ما رحت وادي دجله وانا بشجع وادي دجله. وانا حسام الزناتي صاحبي جدا، مدير رياضه في نادي الجونه، فبشجع الجونه، وان شاء الله وادي دجله والجونه الاثنين يصعدوا السنه دي. ان شاء الله الاهلي يقدر يعملها ان شاء الله. احنا واثقين في لعبتنا، سواء كان يعني سواء قبل حتى نتيجه المباراه الوداد او سان داونز. الحمد لله انا عرفت ان الساعه كامله هتكون موجوده في الملعب، ودي حاجه كبيره. ان شاء الله هكون متواجد مع اللعيبه ان شاء الله في يوم 4/6 ونازلهم كلهم، وان شاء الله يقدروا يحسموها من هنا ونفرح بيهم على طول زي ما على طول بيفرحونا. ربنا يكسبكم يا رب نكسب. ان شاء الله الاهلي يكسب رايح جاي، يا رب تفضل في مصر. بصراحه ان فريقك يوصل 6 نهائيات في سبع نسخ يعني متتاليه، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني، في اي قاره في العالم حاجه اي بلد تفخر بها. فيا رب ان شاء الله يفرحوا مصر ويكسبوا البطوله.